شكرا شكرا. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا لمباراه دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي ونادي اساريا اقليب اللي فاز فيها النادي الاهلي. معانا لاعبنا المتالق كابتن عبد اللطيف. كابتن عبد اللطيف عثمان اتفضل. كابتن برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اداء اكثر من رائع النهارده، تنويع في التكتيكات، ثلاثه لاعبين شفناهم في حائط الصد، اداء اكثر من رائع. نتيجه اللقاء تشوفها ازاي النهارده؟ والله الحمد لله. يمكن ماتش النهارده يمكن بدايه الشوط الاولاني هي بس ما كانتش بشكل كويس، لان اول ماتش نخش جوه البطوله بماتش فيه كواتش كويس، بس الحمد لله الفرقه بخبرات اللعيبه قدروا ينفذوا كل حاجه وقدرنا نخلص الماتش بسهوله الحمد لله. مواجهه السواحلي الليبي مواجهه هتكون قويه اكيد. النادي الاهلي اكيد عامل حسابها في دور الاربعه، النادي الاهلي لا يبحث بديل عن الفوز. والله بس احنا جايين نكسب، احنا موجودين هنا عشان البطوله في وسط النادي الاهلي، ايا كانت هتقابل مين، ايا كان موضوع، ان شاء الله يعني الفرقه تقدر تحسمه بكل سهوله، كل حاجه بالتركيز ان شاء الله وخبره اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لاعبنا المتالق كابتن عبد اللطيف. ربنا يخليك. شكرا. زي ما قلنا اعزائي المشاهدين، الروح القتاليه هي كانت سر النجاح والفوز النهارده. بينضم الينا احد اللاعبين اللي تحلوا بالروح القتاليه النهارده، كابتن عبد الرحمن سعودي. برحب بيك كابتن عبد الرحمن على شاشه قناه النادي الاهلي. ابتسامتك واضحه، اداء اكثر من رائع النهارده، فرحه كبيره النهارده، التاهل للدور الاربعه. النادي الاهلي عودنا دايما على الانتصارات. الحمد لله رب العالمين. ماتش النهارده كان صعب والحمد لله قدرنا ان احنا نلعب رسالات كويسه ونقفل شويه مع بعض في البلوكات، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا الحمد لله. مواجهه السواحلي الليبي مواجهه اكثر من قويه اكيد، واكيد النادي الاهلي عامل حسابها. اولا رساله توجهها لجماهير النادي الاهلي، ثانيا شايف المواجهه دي ازاي؟ طبعا مواجهه صعبه، طبعا فرقه محترمه جدا، وزي ما انت عارف كل ما احنا بندخل في الادوار النهائيه الدنيا بتبقى اصعب، بس الحمد لله يعني احنا ماشيين كويس وماشيين في التمرين كويس، و كابتن ميدو مأكد علينا على المعلومات المهمة زي الإرسالات زي البلوكات، الحاجات المهمة دي كلها عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز عليهم. طبعا الجمهور بنتمنى طبعا مدرج يتملي عشان هو أكتر حاجة بتسندنا، طبعا طبعا جمهورنا رقم واحد يعني. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله في المباراة المقبلة. ليك شكرا، ربنا يخليك. مستمرين أعزائي المشاهدين في تغطيتنا الحصرية على قناة نادينا الحبيب قناة النادي الأهلي. ينضم إلينا الآن أحد اللاعبين أيضا المتألقين اللي ساهموا في الفوز، كابتن محمد معوض. كابتن محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي النهاردة. ابتسامتك وفرحتك النهاردة، قوة لياقة بدنية النهاردة، إصرار على الفوز، الروح القتالية هي العنوان، هي العلامة المسجلة للنادي الأهلي. الحمد لله، مبروك كل أهلاوية، الحمد لله وصلنا للسيمي فاينال. الماتش كان صعب شويه في البدايه، ما بداناش كويس يعني، السيرف ما كانش ماشي، وما دخلناش في الماتش بسرعه، بس الحمد لله قدرنا نحسم الشوط الاولاني بالخبره، وبعد كده الماتش مشي كويس الحمد لله. رساله توجهها جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي رفعت شعار في اللقاء اللي فات، طالما معاكم جمهور مفيش شيء مستحيل. تعليقك على اليافطه الجميله دي واللفته الجميله الاكثر من رائعه من جمهور مفيش غيره، هو جمهور النادي الاهلي. ما طبعا يلخصوا كل حاجه، هم لو مالوا الصاله يعني اي حد ممكن، بتلاقي بوش، بتلاقي باور زياده معاك، خليك تعمل اي حاجه. ومثال يوم السبت يعني حتى لو مفيش مستحيل في الرياضه والاستاد اتقفل ممكن نلاقي اي حاجه تحصل ان شاء الله، فيعني محتاجينهم. هم النهارده كانوا اكتر شويه، الواحد مبسوط الحمد لله، عاوزين بكره ان شاء الله يزيدوا، وعلى النهايه ان شاء الله تكون الصاله متقفله. دايما اسرتك بلاحظ بتكون معاك دعم ومسانده ومؤازره، النهارده اكيد العيله ليها دور في تهيئه لاعب بحجمك بنجوميتك ان تبقى مهيئ للفوز ومهيئ للعب. اكيد طبعا هي لازم يعني، مراتي طبعا ربنا يخليها لي، هي يعني سندي، هي لازم تكون معايا في كل الاوقات. انت عارف احنا لعيبه محترفه، فده يعني شغلنا، فلازم هي تكون عايشه عشاننا، فدي حاجه مش صعبه طبعا. فطبعا بشكرها كتير على مجهودها معايا، وهي يعني برده سبورت ليا، بتساعدني اتفرج على الماتشات، يكون ليها رؤيه غير الفنيه، رؤيه تانية في اوقات كتيره، وربنا يخليها لي. مواجهة السواحلي الليبي مواجهة هتكون قوية جدا، شايف المواجهة دي ازاي في دور الأربعة؟ خصوصا إن النادي الأهلي مش عينه غير على البطولة فقط. طبعا المواجهة مش سهلة، نادي السواحلي نادي محترم، آخر أربع خمس سنين على طول بيلعب سيمي فاينال متهيألي، على طول بيشارك وعلى طول بينافس. النهاردة حتى يعني كانوا خاسرين 2-0 ورجعوا قدروا يكسبوا 3-2، فدي حاجة بتثبت إن الفرقة لا عندها قوة وإصرار وتقدر تستحمل حتى الظروف الصعبة وتغلبت عليها وكسبت الماتش. فطبعا بكرة ماتش مش سهل خالص، حتى السواحلي بطل ليبيا، احنا لعبنا النهاردة فرقة متوسطة من ليبيا، الماتش ما كانش سهل، فبكره كده هيكون اصعب. ومهما كان هو سيمي فاينل، فدلوقتي خلاص كله عاوز يكسب وعينه على الكاس وعلى الفاينل، فمش هيفيش ماتش سهل. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه المقبله، وان شاء الله النجمه الافريقيه تكون من نصيبنا باذن الله ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. شكرا.
أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي، اللياقة البدنية سر من أسرار الفوز، سر من أسرار النجاح للنادي الأهلي. ولما نقول اللياقة أكيد هنقول كابتن حسن عبد المجيد مخطط الأحمال واللياقة البدنية بالنادي الأهلي. كابتن حسن برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. لياقة بدنية أكثر من رائعة، ثلاث أشواط النادي الأهلي بيبتدي وينهي بنفس الدقة بنفس القوة. تعليقك النهارده وقول لنا كواليس اللياقه البدنيه العاليه اللي ظهر بها النادي الاهلي. انا طبعا الحمد لله انا بشكر الاول كابتن خالد وضيوفه الكرام معاه في الاستوديو. الحمد لله دي يعني راجعه للتناغم اللي بيني وبين المدير الفني كابتن ميدو، ان احنا من بدايه البطوله محددين الاحمال بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. فمثلا احنا بنيجي في بدايه اي بطوله او دورات مجمعه عندنا بنشوف نظام البطوله هيبقى يمشي ازاي، وبناء على احنا بنبدا نحط الاحمال بتاعتنا. يعني احنا بنبقى سابقين من اول يوم، احنا عارفين الاحمال بتاعتنا ماشيه ازاي، الايام اللي عندنا تدريبات الصبح ايه، تدريبات الجيم ايه، حتى في الجيم او في التدريب ذات نفسه بقى في درجه حمل بناء على الماتشات اللي احنا قوه الماتشات اللي احنا بنشتغل عليها يعني. بس فده طبعا التناغم اللي بيحصل ما بينه وبين المدير الفني ده بتبقى حاجه مهمه جدا، بتساعد ان العمليه تمشي بصوره زي ما انت شفت كده. والحمد لله احنا ممكن احنا بننهي كمان احسن ما بدانا. يعني النهارده الشوط الاول والشوط الثاني جيم يعني تقريبا مقفوله شويه، لكن الجيم الاخير الحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس جدا، فده المفروض يبقى هو كان الشوط الاول كمان. يعني كابتن حسن هاخد من كلامك، ازاي تقدر تاهل لعيبه النادي الاهلي للمباراه بكره، مباراه مهمه مواجهه قويه مع لقاء السواحلي الليبي؟ اكيد النادي الاهلي محتاج مخزون لياقه بدنيه كبير لاستمرار الفوز والاستمرار الانجاز والاستمرار النجاح. طبعا الحاجه دي المفروض سابقه، احنا الحمد لله مجهزين وعاملين حساب الفرقه اللي هتقابلنا. فرقه السواحلي طبعا فرقه كويسه جدا محترمه جدا، واحنا عاملين حسابنا على درجه الحمل ان هي تبقى شدتها عامله ازاي في الماتشات. يعني كل ما الماتش بيبقى عالي كل ما احنا بنبقى عاملين حمل تقريبا مساوي ليه يعني. بس فان شاء الله بكره هتلاقي اداء احسن من النهارده كمان يعني باذن الله. يعني اشكرك شكرا جزيلا، جماهير النادي الاهلي كلها وراكو، كل الناس وراكو ان شاء الله، والنجمه الافريقيه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. وبشكر الجماهير اللي بتيجي تحضر وبتشجعنا، وان شاء الله هنهدي لهم البطوله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا لمباراه النادي الاهلي ونادي اثريا الليبي في دور الثمانيه للبطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره الرجال. بالتوفيق، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في دور نصف النهائي مع نادي السواحلي الليبي ان شاء الله، وان شاء الله النادي الاهلي يكون النجمه الافريقيه من نصيبه باذن الله. عوده مره اخرى للاستوديو، لكن الكلمه كابتن خالد العوض. شكرا زميلي العزيز ادهم ندى، لقاءات ما بعد المباراه.